هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة وحدها من بلد إلى آخر، مع العلم أن هناك من محارمها من يودعها ويستمر معها في المطار الذي ستسافر منه إلى أن تركب الطائرة، وأيضا هناك من سيستقبلها من محارمها في المطار الذي ستنزل فيه؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة كثر السؤال عنها واشتبهت على كثير من الناس، وهي أن المرأة تسافر بالطائرة ووليها يسلمها للطائرة ووليها الآخر يستلمها في مطار البلد الذي تقدم إليه، وظنوا أن هذا يغني عن المحرم، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، يعني على الراحلة، إلا مع ذي محرم. وهذا عام بكل سفر، سواء كان على الطائرة أو على السيارة أو على الدابة أو على الأقدام، كله يسمى سفرا. فلا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها لا في طائرة ولا في غيرها. وأيضا تعليلهم بأن وليها يستقبلها في المطار، من يضمن هذا؟ من يضمن أن الطائرة تغير اتجاهها بسبب أو بآخر؟ وكثيرا ما يحصل هذا، أن الطائرة يعترضها ما يعترضها فتغير رحلتها إلى بلد آخر، فمن الذي يستقبلها في البلد الآخر؟ وماذا يكون حال المرأة في هذه الحالة؟ فهذا غير مضمون، قولهم أنه يستقبلها في المطار غير مضمون، بل الأغلب أنه لا يتوقع، وأن الطائرة يعتريها ما يعتريها وتغير اتجاهها إلى بلد آخر، فماذا تكون حال المرأة إذا نزلت في بلاد غربة وليس لها من يستقبلها وهي عرضة للفتنة وامرأة ضعيفة؟ فهذا الأمر يؤخذ على البال وتزول هذه الشبهة، وهي أن وليها يستقبلها في المطار، هذه تستبعد نهائيا، لأنه كلام غير منضبط وغير مأمون وغير متوفر في الغالب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.